ما قاليش ان هو في المكتب. لا ما هو ما بقاش مكتب اصلا دلوقتي، المكان مفتوح سنتر دروس للعيال بتوع ثانوي. سنتر دروس؟ فهمني، عارف ايه يا سعيد؟ يا جدع انت ليه محسسني اني بشد الكلام من بوقك بالحبل؟ بتعلم منك يا صاحبي. اتعلم مني فيها يا سعيد على المثل؟ مالك؟ مفيش، اصل انا يعني بصراحه مدورها لك كده من غير ما اسال على حاجه عمياني، عشان انت صاحبي واخويا والثقه للسما. بس ما دام هنمشيها شراكه يبقى لازم اعرف بعمل ايه ليه. اللي طلبت انك تعرفه وانا ما عرفتهولكش؟ شايل مني ومعبى يا صاحبي؟ لا ولا شايل ولا اي حاجه، انا بس عايز افهم. اللي انا اعرفه انت ما تعرفوش يا سعيد. الراجل ده انا جايبك عشان انا اللي اعرف. ماشي. بص، هو شغال دلوقتي عند محامي مشهور كده اسمه، استنى انا مسجله، راشد عز الدين. كمال شغال عند راشد عز الدين؟ بص يا سعادة، قسما بالله كل اللي اتفقت معاك عليه اللي تاخده زيادة، وده كل اللي في جيبي. ايراد التاكسي اسبوع، انا مش عايز كمال يغيب عن عينك دقيقة، عايز اعرف راسي من رجلي. ماشي. انت شاكك في حاجة ولا ايه؟ شاكك في حاجة يا سعيد؟ كمال شغال عند راشد المحامي بتاع وجيه، انا مبقتش فاهم هو معايا ولا عليا. انت بتسأل فيها ايه؟ شغال عند محامي وجيه؟ لسه بتسأل معاك ولا عليك؟ ما هي باينة يا صاحبي. ياد باينة ايه؟ ما كان بلغ عليا من زمان. كمال عارف عني كل حاجة. هو عارف بالمصلحة بتاعتنا دي؟ كل حاجة يا سعيد. كمال عارف كل حاجة. وعارف بقى إن أنا معاك فيها ولا إيه؟ يعرف كل حاجة إلا إن أنت شريكي. المكان اللي انا قاعد فيه دلوقتي كمان اللي جايبهولي، يعني دلوقتي في خطر يا صاحبي، لازم الاقي مكان تاني. عايزك تشوف المكان تاني، انا هدور من دلوقتي. اعتبره حصل. بس اسمع ابو رحيم، انا اتمرمطت في الحوار ده جامد قوي، واكيد انت شفت اكتر مني الضعف 100، فخلاص مفيش بعد كده حرص ولا تخون، في خون بس. عندك حق يا سعيد.